تجمع رجال المرأة هو فرع من عدة فروع في المملكة، يعني تغطي جميع فروع المملكة، وهي مبادرة من سمو الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة حفظها الله، كانت لدعم وتمكين المرأة ومساندة المرأة في أي مجال من مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية، فأي شيء بخص المرأة وبمكن المرأة وبعرف المرأة وبوعي المرأة إحنا في لجان المرأة مسؤولين عنه، في طبعا من خلال عقد دورات وورشات العمل وأيضا اللي هو المحاضرات والندوات والمؤتمرات والمشاركات الاجتماعية في الاحتفالات والمناسبات وأي فعاليات تعقد. إحنا موجود عندنا أعضاء من جميع محافظة مادبة في جميع مناطقها، إحنا الآن اليوم عندنا هو جزء صغير من طبعا اللي بيدل على تمكين المرأة في تجمع لجان المرأة، وهي طبعا اللي هي الأدوات الحرفية اللي شايفينها قدامكم الستات اللي بيشتغلوها، طبعا في عنا اللي هي الخرز، في عنا المكارم، في عنا الشمغ، في عنا رسم حنة، في عنا اكسسوارات، وفي عنا يعني كثير، في أيضا منتجات غذائية، بس احنا قاعدين نحكي اليوم عن الحرف الموجودة، في عنا لف الورق، في عنا صنع الشمع، صنع الصابون، هاي جميع يعني هاي جزء بسيط من الدور اللي بتقوم فيه اللي هو تجمع لجان المرأة في محافظة مادبة. كل ما بتظهر حرفة يدوية جديدة ببادر وبسعى إنه بتعلمها. الحمد لله تعلمت، أضفت أكثر من، أضفت تقريبا 8 حرف يدوية جديدة عما هواياتي اللي كانت عندي، منها صناعة صابون الجليسرين، منها صناعة الشمع، صناعة مكارم الخرز، صناعة فن اسمه فن الكويلينج اللي هو لف الورق، في كمان عندي صناعة، أنا عندي مهنة تنفيذ تصاميم لمؤسسة نهر الأردن في مجال صناعة البسط. الحمد لله في عندي مهنة التطريز الفلاحي، بمتلك تقريبا 10 حرف يدوية، حصلت على شهادة مدربة من الجمعية الألمانية لتعليم الكبار للحد من الفقر والبطالة، الحمد لله تميزت وطلعت أنا قصة نجاح ضمن محافظة مادبة كامل. طبعا هاي الحرف كلها الحمد لله أنا استفدت منها كمردود مادي، ساعدني في يعني في إنه أصرف على حالي وبرضه كمان بصرف على أهلي، الحمد لله خلاني حتى إنه أفكر لقدام في يعني في إنه أفتح مشاريع أكبر. بستخدم الحنة السوداء بخلطها وبعد معها مادة مثبتة، وما شاء الله عليها طلب كثير للصبايا. استغليت هوايتي كرسامة برسم الحنة. صناعة الشمع هي صناعة تقليدية حديثة، في صار عليها تطورات كثير وموادها سهلة وبإمكان كل ست إنها تصنعها في البيت وتقدر إنها تسوقها ويكون مصدر دخل إلها. أول إشي الشمع الخام بنذوبه على حرارة هادية شوي ونستخدم الخياط تبع الفتلة، بنثبته في الإناء اللي بدنا نعمله أو القالب اللي بدنا نعمله، عبال ما يبرد بنفكه من القالب وبطلع الشكل اللي بدنا إياه.